اهلا بيكم معانا من الفاصل، واحنا دلوقتي معانا الاستاذه ساره ميلاد، استشاري اسري وتربوي واخصائي تاهيل ذوي الاحتياجات الخاصه. اهلا بيكي، اهلا منوراني. بيك يا سالي. اهلا بيكي يا حبيبتي. دلوقتي موضوع الاطفال اللي هي بتبقى مختلفه، نقدر نقول مختلفه، تمام. اسر كتير بتتفاجئ. انا يعني حابه الاول نعرف ايه انواع الاختلاف، وبعد كده نتكلم. طيب الأهل لما يتحطوا في موقف زي ده يعملوا ايه؟ طيب احنا الاختلاف عندنا اشكاله كتيره قوي وانماطه كتيره قوي. هنتكلم مثلا زي الطفل اللي هو عنده سكر، احيانا بيبان على جسمه او شكله اعراض السكر. ناس كتير بتسال هو ليه ابنك شكله تعبان كده، هو ليه شعره واقع، هو ليه جسمه ضعيف. فده طبعا مختلف. الطفل اللي عنده داون سيندروم، الطفل ده بيبقى شكله مختلف تماما عن الناس. ناس كتير برضو ليه بتسال ابنك شكله كده غريب يعني. الولد ده بياخد ميداليات وشخص في المهارة رائع جدا جدا. ممكن شخص بنوتة تبقى صغيرة شكلها مش حلو، هو انتي بنوتك طالعة وحشة مين وهي محبوبة من الناس كلها. فاحنا اشكال الاختلاف عندنا كتير قوي، ومنهم التوحد طبعا من ذوي الاحتياجات الخاصة. احيانا برضو بيظهر منهم سلوكيات او انماط بيعملوها بشكل حركي او شكل صوتي او كده، وناس كتير برضو تستغرب. ولكن برضو الولاد دول ممكن يبقوا حنينين جدا، ممكن يبقى عندهم مهارة رائعة جدا جدا. فانماط الاختلاف عندنا كتيرة قوي قوي. تمام. طيب لما الأهل بقى يفاجئوا إن هم عندهم طفل مختلف، يعملوا إيه؟ يتصرفوا إزاي؟ بصي، انا ربنا وهبني بنعمة، انا لازم اتقبل الحاجة بحلوها وحلوها. ليه بقول حلوها التانية؟ لان ناس بتقول حلوها ومرة، بس هي في الحقيقة حلوة. ليه بقى؟ لان المر اللي احنا بنشوفه ده بنكتشف بعد كده ان لولاه ربنا ورانا حاجات كتيرة جدا رائعة، اتعلمنا منه حاجات كتيرة قوي، شكرنا ربنا. لولا الحاجة اللي احنا فيها دي ما كناش شكرنا ربنا. في كل واحد مننا حاجة جايز يشوفها انها لا، حاجة مش حلوة وحاجة صعبة عليا وانا مش قادرة احتملها وكده، لكن بالعكس ربنا ادهلنا نعمة عشان دايما نشكر ربنا، دايما نذكره، دايما نحس ان في ناس اصعب مننا بكتير واحنا افضلهم. فهي نعمة في كل الاحوال. تمام. طيب انا عندي بقى سؤال، هل الام بيبقى او الاب بيبقى ليهم دور معين في تربية الاطفال نفسها؟ بتبقى يعني ليهم تربية خاصة معينة ليهم دور فيها؟ اكيد طبعا. بصي، احنا بنشوف اهالي كتير في الاول بيبقوا مصدومين من واقع، انا ازاي ابني طلع كده، وليه يا رب انت وصلتني المرحله دي، وليه ابني كده. بس في النهايه بعد تفكير وبعد ما يقعدوا مع بعض، احنا قدام امر واقع. لا اما قدام الامر ده ان انا احول ابني زي ما احنا هنشوف الفقره الجايه برضو، ان انا احوله من حاجه انا كنت شايفاها وحشه لحاجه رائعه جدا جدا. ممكن اطفال طبيعيه كتير ما توصلش المرحله دي، يعني كتير من الاطفال اللي الاحتياجات الخاصه بنشوفهم واخدين بطولات عالم. انت معاكي فيديو او معاكي احنا حاليا مش معانا، بس الفقره الجايه مثال رائع، خلي الناس تشوفه وخلي الناس تستكشف مع ايوه. بعض. لا لا، دي قصة تانية، يعني خلي دي الناس، قصة. ده مثال حي وبأمان. انا قعدت معاها اتبسطت ده انا جدا. اصلي دي مفاجأة انا جاي عليها عشان كده. فالامثله كتيره قوي قوي وقدامنا في كل الاماكن وكل المستويات واخدين بطولات. بس الفكره ان في اهل خدوا موقف وقالوا لا، احنا نقدر من المشكله دي نحولها حاجه ايجابيه ونقدر نتبسط بيها ونفتخر بيها. تمام. طيب ايه المهارات اللي ممكن يعملوها؟ هل عندك فكرة تقريبا ايه المهارات المختلفين فيها؟ يعني انا اعتقد ان هم عشان مختلفين مش شرط مثلا يكونوا بيتكلموا بالظبط زينا او بيتكلموا بالظبط، بس عندهم قدرة تانية يعني عالية جدا من حتة تانية او في حتة تانية. هل ده سببه ايه علميا؟ عايزين نفهمه. بصي، كل حالة لها استثناء. في اطفال فعلا ما بتتكلمش خالص، بس المهاره عندهم عاليه جدا جدا جدا، بتوصل لمرحله احنا نفسنا نصعب تخيلها. بس الفكره ان ممكن هو عنده مشكله في الحركه، بس بيقدر يتكلم كويس جدا ويقدر يحكي وعنده مبادئ وحنين ويقدر يتعامل مع الاطفال واللي حواليه. فالفكره في تشخيص الحاله نفسها، وان انا ادور على نقاطه الايجابيه، تمام. احول الحاجه السلبيه لنقطه ايجابيه اشتغل عليها. طيب هل في دكاترة متخصصة بيعلموا الأهل
يعملوا ايه وايه النقاط المعينة اللي موجودة في الطفل دوت؟ هو طبعا اللي هم الخاصين بالارشاد الاسري والتاهيل. طبعا قبل اي حاجه انا اول ما احس ان انا ابني اتاخر لازم طبعا اشيك عليه مع دكتور اطفال ودكتور نفسي او كده على حسب ظروفه يعني اللي بيمر بيها، واشوف انا مشكلتي فين وابدا بقى احلها. بس طبعا على مراحل حياته كلها ومراحل مهاراته اللي بتنمو محتاجه جدا ارشاد، اقرا طول الوقت، استفسر. ناس كتير قوي بتكلمنا انا ابني بيعمل كذا، ده صح ولا غلط؟ طب ده سنه ولا مش سنه؟ طب هو كده متاخر ولا كده كويس؟ طب انا المرحله الجايه المفروض اعمل ايه؟ فالارشاد دي نقطه مهمه جدا جدا. وعلى المراحل اللي بعد كده مراحل التاهيل بتوصل طبعا لغايه لما يشبع يعني، طيب وعلى حسب لما قدراته كمان تسمح. هل في تخصصات معينة يعني تقدري تقولي التخصص ده دايما لازم الأهل يروحوا له أول تخصص؟ قولي لي إيه التخصص؟ انا طبعا بتجه اتجاه الطبي لو انا عندي مشكلة عضوية اصلا يعني أول حاجة طبي، اتجاه ان انا اشوف طبي مثلا ونعم. عندي حاجة في المخ، عندي مشكلة ذهنية، اعمل اختبارات ذكاء، اعمل لو في مثلا توحد اعمل اختبار توحد على حسب الحاجة اللي عندي. فانا بتجه الاول اتجاه طبي وبعد كده بتجه الاتجاه النفسي او التربوي. تمام، يعني أنا بشكرك جدا حبيبتي يا نانسي، بجد، ويعني بتمنى إن يبقى في بصراحة أنا أمنيتي وأمنية ناس كتير يبقى كمان في مراكز طبية شاملة طبية، مش هسميها مستشفيات يعني مش مستشفى لأ، بس يبقى جواها في الإمكانية ديت تبقى مركز طبي تعليمي وفي كل حاجة الطفل مناسبة محتاجها. لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن في أهالي كتير مثلا ممكن يكونوا بيشتغلوا أو مش عارفين يتعاملوا، يعني في سبحان الله بيبقى أهل عندهم صبر معين بصراحة، تلاقي أخت وأخت، أخت عندها هدوء وعندها حنية فظيعة، أخت تانية لا لازم تشتغل وما تعرفش تقعد صح. وما عندهاش الحنية دي، خلاص تلاقي أختين نفس البطن بس مختلفين، لو دي جابت الطفل ده هتعرف تتعامل وتعرف بالظبط. إنها إيه بهدوء تتعلمه والكلام ده كله، الأخت التانية مش هتعرف تتصرف. فأنا بتمنى إن فعلا في مصر يبقى في يعني اهتمام للحتة دي، لأن الأطفال دي برضو مش قليلة، أنت عندك لا أرقام أو نسب؟ نسبة كبيرة حاليا، النسبة كمان زادت لأن طبعا وقت كورونا الناس كلها قعدت، آه فالحالات ساءت شوية لأن طبعا كانوا مستمرين في مراكز وشغالين وبانتظام جدا، فمعنى أن الطفل يقف ففي دروب وقع. بس الناس شغالة يعني، ناس كتير بتتابع مع الأخصائيين بتوعهم والمرشدين بتوعهم، بيتواصلوا معاهم أعمل إيه، أنا وصلت لكذا. طبعا مش زي الأول بس بيحاولوا. الناس دي عندهم اجتهاد فوق الرائع، ان هم بيحاولوا يوصلوا ولادهم لاحسن احسن صوره. تمام. وفي حاجه كمان احنا حابين ناكد عليها جدا، تقبل الناس للناس المختلفه دي مهمة قوي برضه. مهمه قوي. ناس كتير تقول لك ايه انتي ابنك وحش، ابنك تخين، طب روحي اكشفي عليه. طب ما هو ممكن يكون عنده غده مثلا، مشكله عضويه يعني مش قادر يحلها، ايوه فالتخن ده غصب عنه، هو لو قادر كان اوريدي حلها. في ابسط الامور على فكره، يعني ممكن مثلا اطفال ما فيهاش حاجه بس يقولوا لطفل طفل مثلا نازل اسمر وطفل ابيض، ايه ده انت طالع اشمعنى ابيض، انت؟ انت ابيض كده حلو ازاي وانت ليه اسمر كده، انت طالع وحش لمين؟ دي لوحدها تعمل عقده نفسيه عن الطفل عمره كله. احنا بيقابلنا كتير قوي ده، فبرضه محتاجين نوجه رساله للناس ان احنا دايما نقول الكلمه الحلوه. احنا مش عارفين ظروف الغير ايه، ده جايز دول محتملين كتير قوي بس بيحاولوا يظهروا قدام الناس ان احنا لا احنا كويسين، بس هو من جواهم. انا كتير امهات بتكلمني انا فلانه قالت لي كذا النهارده وبيعيطوا، قد ايه كلمة ممكن ترفع في نفسيتهم جدا وتخليهم يجروا ورا عيالهم ويعالجوهم، وكلمة تانية تكسرهم تجيبهم الارض. ده أكيد. فاحنا بصي يعني لساننا ده يقول الحلو والوحش، بس خلينا دايما نقول الحلو عشان نشجعهم، لان فعلا لما بنشجعهم بكلمة صغيرة بتفرق معاهم جدا. بالظبط، فده بيفرق جدا. وانا يعني تاني عايزه اكد، انا نفسي جدا بجد بجد تتحقق يبقى في مركز في رعايه طبيه وفي نفس الوقت مركز تعليمي في بعض، كله مؤهل لذوي الاحتياجات الخاصه، ويبقى في داي كير مثلا بالنهار يستضيفوهم بالنهار يبقوا يقعدوا عدد ساعات، او ممكن يبقى برضو في بيات لاطفال ما تقدرش ترجع بيوتها مثلا
فبتمنى ده يتحقق، زي في امنيه سمعت من يومين انها فعلا هتتحقق في مصر، ودي فرحتني جدا وبتمناها بقالي كذا سنه. كنت بتمنى ان دار الايتام، سوري دار الايتام، ايوه، ودار مسنين، تمام. دار الايتام اطفال، بيبقوا اطفال، ودار المسنين ناس كبار في السن، كبار بيبقوا زي اجداد وجدات، بيبقوا محتاجين دايما محتاجين حنيه الاطفال وعزوة. الاحفاد، والاحفاد بيحتاجوا حنيه الكبار الجدات والاجداد، بتبقى في صله معينه كده بينهم، وهما الاثنين محتاجين بعض. محتاجين بعض بالظبط. فدايما كان بيبقى في دار المسنين لوحدها ودار الايتام لوحدهم، ليه ما يبقوش مع بعض؟ يبقى في هو يبقى مبنى ومقسوم اتنين، بس يقدروا يختلطوا. ده اكتشفت انه بعد ما قلت الامنيه دي لحقوها لقيتها معموله بره، لقيت ناس بعتوا لي بالفعل قالوا لي اتحققت بره موجوده بعد كده، مش عارفه كانت موجوده ولا لا، بس قالوا لي اتحققت بره بالفعل واثبتت نجاحات رهيبه. فلقيت بقى من يومين ناس بعتين لي امنيتك اتحققت، دي هتتحقق في يبقى مصر. هي هتتحقق ان شاء الله. يا رب، بتمنى فعلا، يعني يا حاجه رب ان جميله شاء جدا. الله. فالحاجتين دول لو اتحققوا، المركز لذوي الاحتياجات الخاصه كامل متكامل، وموضوع اللي هو دار الايتام مع دار المسنين مع بعض، ان شاء الله بتفرق جدا، من اكيد الحاجات فعلا اللي اتطور جامد اكيد. يعني ان شاء الله. والحمد لله الناس دلوقتي على درجة وعي كبيرة قوي قوي، والسوشيال ميديا اعتقد ان معظم الدكاترة لو ما كانش 90% منهم كلهم بيطلعوا لايفات وكلهم بيتكلموا وبيجاوبوا على أسئلة الناس كلها، لان هم طبعا مقدرين قد ايه الناس متعطشة للمعلومة ايوه ومتعطشة انهم يعالجوا ولادهم، وحاسين بخسارة ان احنا قعدنا ومش في ايدينا حاجة نعملها غير ان احنا نتعلم. بالظبط. فانا بشكرك، حبيبتي نورتيني يا ميسي، انا مبسوطه حبيبتي. جدا اني كنت معاكم النهارده. انا كمان مبسوطه جدا، واخدنا معلومات، اتعلمنا حاجات جديده ميرسي جميله. شكرا ميرسي حبيبتي. ليك.